جلد الذات بعد. مديت لك كفي. طيب اطول مده جالسه مع نفسك تبي تسوي سكب؟ سوي سكب. سكب. انتهت فقرتنا مع باسم. شكرا يا باسم. عبد العزيز مسفري، هل تستنى مني اسالك اسئله؟ والله شوف يا مبارك انت رجال ما شاء الله. ماذا يعني لك برنامج البزنس؟ هو المحطة الأولى المحطة الأولى اللي بعد الدمام. المحطة الأولى يعني بداية مشوارك إلى شهرة وإلى دور الخير. سؤال يا عبد العزيز، إذا عاد بك الزمن هل تقدم على هذه التجربة أم لا؟ إذا عاد بي الزمن إيوه أقدم. قل ليه؟ ليه؟ عشان أعرفكم. الله يطول عمرك. هذا هروب ذكي. مجاملة وهروب. والله ما هي مجاملة، يا غبي انت وياه والله العظيم. والله انه هروب ذكي. لا. في غاية لك انت شخصية، ما نبي اعرف غاية شخصية. الطيبين في كل مكان. اي غاية شخصية. شوف الطيبين في كل عزوز صادق في هذه 100%. اي بس الطيبين في كل مكان. يعني هو قبل يجي صحيح لكن انت تقدر اروح اقول الاقيك يا باسم واقول يا خلينا نتعرف على بعض. لا لا بس هو قال لو عاد فيك الزمن. يلا طول لو عاد فيك الزمن انت ما تعرفنا. طيب اسمع سؤال اخر. خلنا يسرح معلوم. اسمع الحين انا ابغى اتعرف يعني على شباب، اروح اقول يا شباب اتعرف عليكم. لا جابني الزمان لين جابني هنا صح ولا لا؟ تعرفت على فروس، تعرفت على ابو ضي، على ابو بندر، على ابو صقر، على ابو عايض، على الشباب يعني تكتمل الفرحة. طب عاد فيك الزمن عاد ما عرفتنا، هل بتقدم على البرنامج؟ نعم عشان اجلس يا ابو بندر. سؤال عشان ايش؟ شهر. حلو. شهره هو كذلك تجديد. هذه اللي جاهز. تجديد على علاقات. زيادة سؤال علاقات. سؤال ها؟ سؤال طيب. سؤال يلا. ابو بندر. ابو مبارك. هل اذا خرجت من البرنامج البزنس هل سوف تنمي موهبة الإنشاد لأنك تمتلك خامة نادرة جدا 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 تكاد تنعدم؟ صراحة أنا أقول لك يا صديقي تنعدم، أنا راعيها. كفو. هل سوف تقوم بأعمال خارج القناة؟ نعم أعمال وليس عمل. هل ستكون أعمال شخصية أم يعني مثلا ناس يقولوا لك شيل لنا شيلة حقت حفلات حقت؟ لا والله ناس وشخص كلها. الله يوفقك. عبد العزيز مسفري يا مرحبا يا مبارك. عبد العزيز مسفري اسم لمع في برنامج الواقع. تسلم يا مبارك تسلم. فبرز واصبح يمثل جزء كبير من الرياليتي. عبد العزيز اذا طلعت من البرنامج وجاك عرض انك تكون مقدم فقرات، هل تقبل ام لا؟ لا أقبل. لا أقبل. أقبل أقبل. تقبل. نعم أدور رزق. مبروك رقم واحد. مبروك الوظيفة. رخصت ربحت معنا بوظيفة. محمد بندر. مقدم زاهر. أرسل. استقبل. محمد بندر. سؤال. آل. هل إذا خرجت من البرنامج وذهبت إلى السعيرة؟ البطارية. أي والله. هل ستستمر بالسكن في السعيرة أم تنتقل إلى مدينة أخرى؟ والله السعيرة ما لنا مصد يعني. صحيح. كنا الرياض دول رزقنا بالرياض. نعم. صحيح. أتعلم أتعلم. عبد العزيز المسفري تفضل طال عمرك. أتمنى أن السؤال يعني ممتاز. إلا أنا سألتك شوي بايخة. سؤال شخصي؟ لا اللي ودي. قوي؟ قوي. قدمها وأنا جيد. قدمها. والله أني عشان ما أحرجكم بس. تفضل إذا السؤال ما أحرجكم سؤال قوي. سوي سكب. سؤال يا عبد العزيز تفضل. هل حصل لك موقف هنا ندمت فيه انك دخلت البرنامج؟ موقف مع شخص؟ لا 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 بدي في مواقف من موقف واحد. ما المواقف اللي تردني من يعني مشينا نبي من شيء انا نبي المواقف تجنبها وواصل دربها. محمد بندر هل اتتك فكره بالانسحاب يوما ما؟ والله سالفه جتني فكره لله الحمد بس بجيب لك داخل عندي موهبه عندي طموح عندي هدف قدام وباذن الله اني باصل اللي انا به. ماذا يعني لك انس؟ ابو احمد يلا تكرم الله وين راحت اسئلتنا طيب؟
انك متواجد هنا. السلام عليكم. الى هنا تنتهي فقرة اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات. معاكم اخوكم محمد المنشد محمد بن بندر انطيري ومعاكم الشخص الراقي الجميل صاحب الروح الخفيفة. نعم صاحب الوجه البشوش والقلب الابيض عبد العزيز مسافر. نتمنى انها تحوز على رضاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثاني وين رايحين؟ وين رايحين؟ نطلع برا؟ ايه لودك. يلا شوف. مرحبا بندر، كيف حالك؟ هلا ابو شعبان. هلا والله ابو شعبان. ابو شعبان شلونك؟ يا ولد انت ما تشوف انت؟ معكم خمس دقائق بعدها خلاص احرمكم مني. صدق؟ والله صدق. عم تروح؟ شلونك؟ تحكي معي عدل؟ تحكي معي عدل؟ ودنا ودك بهداخ طيب ودكم ندخل الزمان جاح ودكم ندخل.